هذه المئذنة التي تعانق السماء يزيد عمرها على 300 عام، ما جعلها تصنف من المنارات الأثرية في العراق، ويتقع في جامع السراجي الذي بني عام 1727 من الميلاد. الجامع ومئذنته مهددان بالهدم بهدف توسيعة الطريق السياحي في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة. مسجد السراجي هو من المساجد التاريخية المعروفة، وهناك روايتين على تاريخ بناء. الأولى في عام يقال أنه بني في عام 1727، والرواية الثانية يقال أن الذي بناه عبد الوهاب القرطاس في عام 1902. هذا المسجد المهم يراد تهديمه من قبل محافظة البصرة. وفيما نفى ديوان الوقف السني في بيان رسمي موافقته على هدم جامع السراجي الأثري، أكدت الحكومة المحلية هنا على حصول اتفاق مسبق مع ديوان الوقف ينص على إزالة الجامع لتعارضه مع مسار الطريق الاستراتيجي، على أن تقوم الحكومة ببناء المسجد في مكان قريب من موقعه الأصلي. حقيقة أن وجود هذا الجامع تعارض مع هذا الطريق، وتم الاتفاق مع الإخوة في الوقف السني أنه يتم توسعة هذا الطريق، وبالتالي لا توجد لديهم أي مشكلة بإزالة هذا الجامع، وهم قالوا أن الطريق أهم من وجود هذا الجامع. ومع ذلك السيد المحافظ أعلن بأنه يتم بناء جامع بنفس المواصفات. وتعالت أصوات المهتمين بالتاريخ والتراث تدعو الحكومة إلى عدم تحريك جرافاتها لهدم الجامع. وعلى خلفية ذلك طرحت الحكومة عددا من الخيارات لنقل المنارة بدلا من إزالتها بالاتفاق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار. هذه الحلول ربما يتم تقطيعها إلى 4 أقسام ونقلها إلى الجهة المحاذية للطريق، هذا حل. حل آخر قالوا ممكن أنه نبدأ بترقيم الطابوق الذي شيدت فيه هذه المنارة. وفي البصرة تعاني المواقع الأثرية والتراثية من الإهمال بسبب غياب العناية بها من دون أي اعتبار لقيمتها الحضارية، حتى كاد الخراب يمحو هويتها التاريخية. في الوقت الذي تحافظ فيه الدول على تراثها وتحميه، فإن الصورة تبدو مختلفة في العراق، فمعول الهدم ما زال يطيح بالمعالم الحضارية والتاريخية. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.